معكم المتسابقة زازوا شهرزاد فاطمة الزهرة. شاركت في هذه المسابقة وديت لو تيتر ملكة جمال سيدي بلعباس. فرحت بزاف بهذه المرتبة. لجنة التحكيم الله يعطيها الصحة ومام مسيو حميد وقف معنا وعطانا المزيد من المعلومات وبزاف صوالح. ان شاء الله نمثل ولايتي احسن تمثيل ونكون سفيرة لها. كيفاش جاتك الفكرة انك تشاركي في هذه المسابقة؟ هي كان مون غيف نتاعي نشارك وكي جات لا شانس راني ربي كتب لي وحققت ان شاء الله ربي حقق لي شراني متمنى.